عندنا الاسبيسيفيك نيمونياس. اسبيسيفيك نيمونيا نيمونيا معينه بتجي ب يعني تيبيكال فيتشر فيتشر معينه كده يعني حقتها برا يعني. اللي هو اول واحد ده نيموكوكال نيمونيا. نيمو كوكل كوكل نيمونيا دي ذا كومونست بكتيريال نيمونيا. نيموكوكل نيمونيا هي دي كومونست بكتيريال نيمونيا افكتد اول ذا ايج. ودي كومونر وين شائعه؟ اضرب كلها بيضربوا لكن شائعه في الناس الكبار تلقاها دائما ضاربه جدك وحبوبتك والناس اللي كبار في السن. وتضرب الكهوليك بيشن وبتجي دائما اذا عيان استأصوا له والاسبلين اللي هي بوست اسبلينوكتومي. لانه البوست اسبلينوكتومي اني بيشن بعد ما عملوه اسبلينوكتومي بيدوه شنو؟ نيموكوكال فاكسين. نديه نيموكوكال فاكسين عشان ما نيمونيا لان حتجي اصلا اشهر نيمونيا من اشهر انواع الانفكشن البوست اسبلينوكتومي بتجي. وثاني في الاميون كومبرومايز شنو؟ بيشن واي بيشن كرونيك هارت ديزيز كرونيك لانج ديزيز كرونيك هارت ديزيز كرونيك لانج ديزيز. العيان بيجي بشنو؟ بيجي بفيتشر ثلاثه ميزه. حاجه بيجي بفيفا عنده ثلاثه حاجات فيفا بلوريسي. بلوريسي معناه شنو؟ بلوريسي انفلاميشن اوف ذا بلورا. بيجي بثاني بيجي بهيربس لابياليس. هيربس لابياليس دي شنو؟ شفتوا في الشفايف بتجيو شنو؟ تجيو زي هيربس ان ذا شنو؟ ان ذا ليبس. تجي زي يعني شنو؟ هيربس. عرفوا الهيربس صح؟ بيجيو في شنو؟ في الليبس. سموها هيربس لابياليس. الثلاثة اللي بيجيو بها فيفا بلوريسي و هيربس لابياليس. العيان بتطلب له فحص ذا موست انفستيجيشن تيست chest x-ray the most accurate هو chest x-ray. بتلقى فيها شنو؟ بتلقى فيها لوبر كونسوليديشن. لوبر كونسوليديشن اللي هو في chest x-ray لوبر كونسوليديشن. طيب تمام. ثاني ممكن تطلب شنو؟ تلقى تطلب يورين جنرال بتلقى فيه شنو؟ انتيجين فور يورين انتيجين انتيجين دي اذا كانت سيفير اور مودريت. سيفير اور مودريت بتلقى الانتيجين بتاع يطلع في شنو؟ في اليورين. يورين اناليسيس تلقى فيه يورين شنو؟ انتيجين. طيب في حاجه مهمه ثانيه اللي هي التريتمنت حقها شنو؟ جيبين قلناه التريتمنت اوف ذا نيمونيا فاكسين اموكسيسيلين. اموكسيسيلين بندي اموكسيسيلين ممكن تدي شنو؟ سيفابورين اور البنسلين. البنسلين العادي البنسلين اسمه شنو؟ اسمه بنزايل بنسلين. بندي بنزايل الحاجه اموكسيسيلين اور بنزايل بنسلين. اما البنسلين دو اي ام فون ديوريشن لناس الروماتيك دم اسمه بنزاسين بنسلين اور تيفالو اسبورين. تيفالو اسبورين اذا ده شنو؟ دي النيموكوكال نيمونيا. حاجه نيموكوكال نيمونيا اشهر بكتيريا تيجي في الناس الكبار. الاعمار بتجي لكن الناس الكبار مثلا عندهم امراض مزمنه والناس يعملون سبيلوكتين والكلام ده. فيفا بلوريسي هيربس ليبياليس. العيان تطلب لك تلقى فيها لوبر كونسلتيشن يورينال يورين شنو؟ تيجين. والعلاج بتاعنا موكسيسيلين بنزايد بنسيلين و سيفالو اسبورين. بعدها بعد النيموكوكال نوع ثاني من الاسبوشا النيمونيا ستافيلوكوكال. ستافيلوكوكال نيمونيا ستافيلوكوكال نيمونيا. الستافيلوكوكال نيمونيا هي طبعا
هي complicated of the شنو influenza infection. يعني زال جاتو influenza بعدين complicated إنه بشنو بالستافيلوكوكال infection. فالعيان بيكون mainly young ولا elderly، يعني ما ذو صغير يا ما ذو شنو كبير، ما بتضرب كل الأعمار، يا إما الصغار شديد أو شنو الكبار شديد. أو العيان شنو IV drug abuser، لأنه قلنا the commonest organism اللي بيجي مع ال IV drug abuser staph aureus. staph aureus. طيب ممكن ثاني تكون على حسب المرض اللي بتجي به، ممكن تكون associated with leukemia or lymphoma. leukemias or lymphoma. العلاج بتاعه شنو؟ العلاج بتاعه بندي فلوكسيسيلين اسمه فلوكسيسيلين زايد ريف امبيسين. بندي الفلوكسيسيلين زايد الريف امبيسين اذا عيان جاب مرسى. مرسى دي قلنا شنو مالتي دراج ريزيستنت استافيلوكوكس اوريوس، هنديها فانكومايسين. مالتي دراج ريزيستنت استافيلوكوكس اوريوس بنديها فانكومايسين. في واحده بسموها فرسا دي وراها ما علينا بيها، لكن احنا بالمرسى الصح عليها. اذا علاجنا المرسى هو شنو فانكومايسين. عندنا نوع ثاني من النيمونيا اللي هو كليبسيلا نيمونيا. مثلا كليبسيلا نيمونيا هي رير، بتكون دائما في الديابيتيك بيشن، الالدرلي بيشن، الكهوليك بيشن. ديابيتيك بيشن، الالدرلي بيشن، الكهوليك بيشن. بتكون دائما بتضرب وين؟ تضرب الابر لوب. تضرب وين؟ ذا ابر لوب. كليبسيلا بتعمل لوبر نيمونيا ابر لوب. دي ما قلنا هتيجي في الام سي كيوز وزي بجايبهم. كليبسيلا بتعمل لوبر نيمونيا ابر لوب. ابر لوب. هي دراج ريزيستنت. ممكن تكون دراج ريزيستنت. التريتمنت بتاعها سيفو تاكسين و الدرج العلاج بتاع سيفو تاكسين. وعندنا دواء ثاني ندي لها إيميبينام. سيفو تاكسين و إيميبينام، لأنه كدنا الأدوية ديك ما بتنفع معها، هي ريزيستنت ليها. عندنا السودومونس دي شهيرة مع ناس معينين. سودومونس هي كومونست ويز برونكيتيسيس. كومونست معناه شنو؟ الناس اللي عندهم برونكيتيسيس والناس اللي عندهم سيستيك فايبروزيس. عشان بعد شوية نقرأ برونكيتيسيس نقول لك الكمون معاهم نقول سودومونس، ومع الناس اللي عندهم شنو سيستيك فايبروزيس. اذا مع ناس البرونكيتيسيس وسيستيك فايبروزيس. سيستيك فايبروزيس دي الشهيره معاهم يعني. وهي دائما قلنا هي كوميونيتي اكوير لهوسبيتال اكوير نيمونيا. بتيجي متين هوسبيتال اكوير اذا كان عيان قضى الاي سي يو او اذا كان عيان بوست سيرجري. اذا كان بوست سيرجري بعد عملوا سيرجري بتيجي. التريتمنت بتاع شنو؟ بندي انتي سودومونال بنسيلي. مش قلنا قبل انتي سودومونال؟ بندي انتي سودومونال بنسيلي وبندي ميروبينم وسيبروفلوكساسين. ممكن ندي انتي سودومونال. الانتي سودومونال هو الاصل حقه انتي سودومونال بنسيلي. انتي سودومونال بنسيلي بندي تاني معاها ميروبينم.
ممكن ندي ثاني معاه شنو؟ ندي معاها سيبر الواحد ده سيبر فلوكساسين، لكن بندي معاها مينو جلايكوسات. تمام؟ عندنا نوع ثاني من النيمونيا اللي هو المايكوبلازما. مايكوبلازما، عندنا المايكوبلازما نيمونيا بتكون دي شنو؟ مايكوبلازما، مايكوبلازما نيمونيا. المايكوبلازما نيمونيا هي إبيديميك، إبيديميك بتحدث كل كم؟ كل 4 سنة. بتجي every 4 years، هي إبيديميك، إبيديميك ديزيز. بتجي كل شنو؟ 4 سنوات. العيان بيجي بفلو لايك سيمتوم، وكنت تسمع كلمة فلو لايك سيمتوم بيجيك في بالك شنو؟ أعراض النزل شنو؟ هيديك، تاني مايليجيا وأرثليجيا، and بيجي بشنو؟ راني نوز و slightly elevated في temperature. إذا بيجي بهديك أي زوجة نزل بيجي هديك مايليجيا تكسر في الجسم، وحيث إنه شنو أرثليجيا يعني عظام ودي والجون حقته توجعه. وبيجي ثاني بشنو؟ بيجي البيشن به slightly elevation في temperature، و بيجي بشنو ثاني قلنا؟ رانينوس. تمام. التشخيص بتاع تطلب تيست اكس راي بتلقى شنو؟ تلقى كونسوليديشن، لكن وين؟ ان ذا لور لوب. كونسوليديشن ان لور لوب، الخانة في الاور لوب منو؟ في الابسيلا. ممكن تلقى برضه شنو؟ شادو. الدياجنوز بتاع الحقيقي بتطلب شنو؟ بي سي ار سبيوتم، تيو السبيوتم فور بي سي ار، وبتعمل برضو معاك السيرولوجي والكولد اجلوتينيشن تيست. اذا بنعمل عشان تشخيص التشخيص الحقيقي عندك التيست اكس راي ده عشان تعرف بيه، لكن التشخيص الحقيقي سبيوتم للكلشر و بي سي ار بوليماريز تشين رياكشن. الكومبليكيشن حقتها بتعمل شنو؟ بتعمل سكين راش، بتعمل يا نوع من الراش بيسموه اريثيماتس او اريثيما مالتيفورم، اريثيما احمرار مالتيفورم اسمه اريثيما مالتيفورم. الإريثيما متذكر كومبليكيشن عشان بعدين لو قلنا كومبليكيشن حقتها. ممكن برضو تعمل ستيفن جونسون سيندروم، ممكن تمشي الدماغ تعمل مينينجو إنكفاليتيس، ممكن تعمل جوليان باري سيندروم. جوليان باري سيندروم ذكر كومبليكيشن ليها. العلاج بتاعه شنو؟ المايكوبلازما، علاجه سيمبل جدا، بنديها كالاريثرو مايسين أو دوكسي سايكلين. كالاريثرو كاريثروميسين ودوكسي سايكلين، دوكسي سايكلين. إذا ما نفع معهم تدون شنو؟ تدون فلورو كوينالون، فلورو كوينالون سيبرو، فلورو فلورو كوينالون اللي هم ناس سيبرو، سيبرو فلوكساسين، سيبرو فلوكساسين. الليجونيلا نيموفيليا دي ضربتكم كلكم، الليجونيلا نيموفيليا ضربتكم دي قبل كده. كيف الليجونيلا دي تجي؟ كيف كيف الليجونيلا يسمى نيموفيليا؟ الليجونيلا نيموفيليا العيان بيجي بشنو؟ أول حاجة سبب المكيفات، الجو البارد، الناس اللي بيستحموا بيطلعوا في ال... إذا كان ذول استحموا من شنو؟ استحموا جالي جو فيه هواء وكده.
ممكن تكون اوت بريك. العيان بيجي بيقفلوا له لايك سيمتوم زي الرمادله بيعطس وكده وبيقهقه حمى والنفيفة ومايليزيا ومايليزيا. بعد ذلك ثاني بتجي بعدها شنو؟ دراي كف بيقول قحة لكن شنو؟ جافة. ثاني بيجي بشنو؟ ديزنيا. بيجي بيه ديزنيا. ممكن يجي بيكستري بالمونري مانيفستيشن بيجي بانوركزيا. انوركزيا معناها شنو؟ الأكل ما بياكل كويس. أي. ممكن يجي بيه إذا كان مشت للكلية بتعمل رينال فيليا. إذا مشت للكبد بتعمل هيباتيتس. ممكن يخش في كونفيوجن ايفن يخش شنو؟ في كوما. الحاجة اللي بيميزها بيها تطلب تشست اكس راي تلقى فيها شنو؟ تلقى فيها باي بيزل كونسوليديشن. دي حاجة مهمة. باي والاثنين بيزل في البيز اوف ذا لانج كونسوليديشن. باي بيزل كونسوليديشن از لينجونيلا نيموفيليا. دي حاجة مهمة. بعدها تطلب شنو؟ سي بي سي. بتلقى شنو في السي بي سي؟ عشان تعرفها بتلقى التوتال لو وايد بلس سيلز في السي بي سي بتلقاها لو. بيسموها شنو؟ بيسموها الليمفوبينيا. الليمفوبينيا معناها نقصان في شنو؟ في الوايد بلس سيل. لو عملت سيرم صوديوم بتلقى صوديوم لو. هايبو ناتريميا صوديوم لو بيجي بهايبو ناتريميا. دي كده اكد لك انه فعلا شنو هو الزول ده خاش فيه لينجونيلا نيموفيليا. في فحوصات بتطلبها اللي هو رينال فانكشن تيست لان قلنا بتعمل رينال فيليا وليفر فانكشن تيست لان قلنا بتعمل شنو هيباتايتس. دي فحوصات بنطلبها كفحوصات شنو تكميليه. ثاني اليورين لشنو؟ للانتيجين والكالشر. يورين فور يورين for antigen and culture عشان تعرف الاورجانيزم خليه هو ولا ما هو. العلاج بتاعهم فلوروكوينالون اللي هو انا بنديه شنو؟ سيبرو. فلوروكوينالون. كلمة فلوروكوينالون معناها شنو؟ ناس السيبرو فلوكساسين سيبرو. سيبرو فلوك ايوه لكن احنا عندنا خيار كبير يعني فلوروكوينالون كل ما تدي منهم سيبروا اشهرهم يعني لمده كم؟ الفتره بتكون طويله كم؟ اسبوعين لثلاثه اسابيع. العلاج بيكون اسبوعين لثلاثه اسابيع عشان العيان ثاني شنو؟ ما تجيه. لو اديتها ليه لاسبوع واحد بتاني تجيه وتاني تجيه ولك والله جاتني نزله جاتني نزله جاتني نزله 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 وقوحه والنايه والتهبطه دي هزات. اذا ما نفع معه كالاريثرومايسين. كالاريثرومايسين ليه انتوا شددنا فيها الكلام وفصلناها كده؟ لانه المورتاليتي ريت حقتها عاليه. كم؟ 10%. 10% من المصابين باللينجونيلا نيموفيليا بيموتوا. لان قلنا بيحصل لها كومبليكيشن تمشي للكبد، تمشي للكليه، تمشي للدماغ، تمشي لاماكن كثير. في اشهر واحده من انواع ثاني من النيمونيا كلايميديوفيليا نيمونيا. دي بتسببها شنو؟ الكلاميديا. The commonest chlamydia infection chlamydophilia pneumonia. دي نوع معين. دي اللي بيجيبها شنو؟ بيجيبها لك صاحبك الجنبك. هي بيرسون تو بيرسون. بيجيبها لك شنو؟ صاحبك إذا كان عنده النوع من النيمونيا ده chlamydophilia pneumonia. وهي commonest chlamydia شنو؟ infection. العيان بيجي بشنو؟ بيجي بوجع حلق شديد. Pharyngitis و اوتيتس ميديا وجع اذنين وبيجي به خشونه في الصوت. تلقى صوته تغير ثاني يوم صوته تغير طوالي هورسنس. اذا عيان بيجي بشنو؟ وجع حلق وبيجي به وجع اذنين وهورسنس. السبب بتاع شنو؟ الزول بيجي سيمبل نيمونيا وتجيب عاده ثاني شنو؟ الكلاميديوفيليا نيمونيا. يعني كان عنده نيمونيا بعد ذاك شنو بقت كومبليكيتد ليه؟ الكلاميديوفيليا نيمونيا. بيشخصوها طبعا بالتشست اكس راي زي وزي اخوانا بتجي بعرض النيمونيا العاديه وتعمل بي سي ار. علاجهم كالاريثرومايسين دوكساسايكلين. اذا كالاريثرومايسين برضو هو دوكساسايكلين. دوكسي سايكلين وكالاريثر. كالاريثر شنو؟ مايسين.
السيتيكوزيس بتعملها سي تي سي اي بيسموها كلاميديوفيليا سي تي سي اي بتبدا بالبي كده بتعمل سيتيكوزيس بيسموه سيتيكوزيس ده مرض نادر ما حاجه شائعه لو جه بيجي للناس اللي بربوا طيور لو وليك الكومونيست نيمونيا للناس اللي بيربوا طيور عندهم حمام اللي عندهم قاعدين عندهم النادي في البيت ده اللي بيحبوا التربيه بتاعت النادي اللي هو بيسموه شنو كلاميديوفيليا سيتيكوزيس اللي هو بتعرف هذول بيجي بشنو بيجي بصداع هيديك وفيفا وبيجي بدراي كف ليثرجي ارثلجيا انوركسيا ممكن يجي بشنو ككومبليكيشن انفكتيف اندوكاردايتس بيجي بمنينجو انكيفالايتس ممكن يخش فيه هيباتايتس نيفرايتس واسبيلونوميغالي بشخصها بشنو بالسيرولوجي تشخيصها سيرولوجي علاجه هو شنو دوكسيسايكلين كالاريثروميسين اذا العلاج اللي اتفقنا عليه فيهم الاثنين كل ناس الكلاميديا دوكسيسايكلين وكالاريثرو كالاريثروميسين تشخيصه سيرولوجي كلهم تشخيصهم سيرولوجي بس يختلفوا السبب يعني عند الفيرال نيمونيا العيان بيجي بشنو فيرال نيمونيا كلكم ضربتوا فيرال نيمونيا ما يكون سيمو الانفلونزا دي الانفلونزا انفلونزا كومونيستيا طبعا عيان بيجي بفلولا اكسيمتوم بعد ذاك شنو ممكن هذول يتوقع منا بالفاكسين علاجه ما عنده علاج معين وانما بيدوش شنو فلويد و يعني تشرب سوائل كثيره وتاخذ كويس ما عنده حاجه اخر واحده من انواع النيمونيا بيسموها نيموسيستس نيمونيا ودي حقه الناس اللي مناعتهم منتهيه بيسموها نيموسيستس نيمونيا دي حقه الناس اللي مناعتهم منتهيه ناس منهم اتش اي في بيش اتش اي في نيموسيستس شنو نيمونيا الأورغانيزم اللي بيقول منه بيسموه نيموسيستس كارينياي احتمال يجي في الام سي كيوز نيموسيستس نفس الاسم بس كارينياي كارين سي دبل اي في النهايه كارينياي كارينا برضه في واحدة تانية خدتها جير في سي اي جير فيس اي جير في سي اي كيرينياي نيموسيستس كارينياي جير في سي اي ده الأشهر شنو؟ أشهر أنواعهم عيان بيجي بنفس أعراض اللي بيجي بكف بيجي بديزنيا فيفا ولو عملت اكس ري بتلقى شنو؟ تلقى كونسوليديشن وممكن تلقى في الاكزامينيشن كريبيتيشن تلقى باي بيزل كريبيتيشن بشخصه بشنو بالسبيوتم فور كلتشر ممكن تشيل لنج بايوبسي اذا احتجت علاجهم شنو كوتراي ميكسازول سمعتوا بكوتراي ميكسازول كوتراي ميكسازول ده سبترين سمعتوا سبترين الواحد ده بيدونا اسالبول تعب البول كده كوتراي ميكسازول اذا ما لقيناه ممكن ندي شنو بنتاميدين بنتاميدين استيرويد اذا جاب هايبوكسيا اذا جاب سيفير هايبوكسيا يمكن ندي استيرويد الكورونا فيروس طبعا عارفين الايام بيجي بشنو بسيفير اكيوت ريسبيريتوري شنو سيندروم دي كورونا الواحده دي ايوه الكورونا سموها كورونا فيروس سارس اشهرهم سارس وميرس علاجه شنو نفس الكورونا ايزوليشن البيشن تاني شنو
ما صار الميشن ايزوليشن من بيجن بدو فلويد بدو فلويد كويس وبدو شنو ممكن نديه سبورتيف تريتمنت وانتي بايوتيك لكن البيشن بنديه في النهايه الفاكسين بدوه الفاكسين الكومبليكيشن بتاعت النيمونيا ريسبيريتوري فيليا هايبوتنشن اتريال فيبريليشن بلورال انفيوجن امبيما لانج ابسيس سيبتيسيميا بيريكاردايتس قلنا انجبير مايوكاردايتس ممكن نخش في شنو في جونديس ها كومبليكيشن حقت النيمونيا قلنا انجبير نكتفي بهذا القدر